السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عمر سليم، بتتفرج على قناة بيم أريبيا وبنتكلم على برنامج أول بلان، وده من البرامج القوية في البيم. طيب، أول ما نيجي نفتح البرنامج بيظهر لنا الشاشة ديت، بتلاقي هنا دي مساحة العمل، وبتلاقي هنا دي الخصائص وأدوات مساعدة ومكتبة وعناصر، وهنتكلم عنهم بالتفصيل. وهتلاقي هنا أهي التيم وورك، فيزواليزيشن، الفينش، الإليمنت، تلاقي أركتكشر إنجينيرنج وهكذا. طيب، هاجي دلوقتي عايز أبدأ مشروع جديد، بقول له انا عايز نيو، او اختار مشروع من المشاريع اللي احنا لسه شغالين عليها، او اقول له اوبن. طيب، هقول له نيو دلوقتي، فتح لي مشروع جديد. طيب، خلينا نقول له كده اوبن، هيقول لك اختار الملف اللي انت هتشتغل عليه ان دي دبليو. طيب، ممكن اجي هنا اقول له من هنا نيو بروجكت، اوبن بروجكت، فتطلع لي القايمه ديت. هنا نيو بروجكت هيبدا يقول لي انت عايز المشروع يبقى اسمه ايه، طب عايز تخش تزنه فين، على اللوكال هوست يعني الهارد بتاعك، ولا البين بلس على الانترنت. هنا تحدد التيم وتحدد التمبليت اللي انت هتشتغل بيه، بيقول لك دي التمبليت الموجودة للأوفيس بيلدينج، مبنى سكني وهكذا. فينش هيبدأ يعمل لي المشروع الجديد. تمام، تقدر تيجي من هنا مثلا ترسم وول، تقول له مثلا عايز ارسم وول بالشكل دوت، تحدد أول نقطة وتاني نقطة. تقدر تيجي هنا تقول له أنا عايز أشوفها في 3D بالشكل دوت. ممكن تيجي هنا برضو وتقول له أنا عايز أشوف إيه آخر مشاريع أبدأ أشتغل عليها، الحاجات اللي معمولها شير، فبيقول لك اكتب الاسم والباسورد وتدخل على موقع بيم بلس. دي الملفات اللوكال اللي على الجهاز. أي مشروع فيهم نقدر نيجي هنا ونقول له أنا عايز أعرف معلومات عنده، فبيبدأ يجيب لي كل المعلومات الخاصة بالمشروع ده، ريبورت اهوت. تمام، مين اللي عمله، الأدوار الموجودة فيه، كل الفيوهات الموجودة، السكاشن، كل حاجة موجودة في المشروع بيبدأ يجيب لي عنها معلومات. تمام، هنا هتلاقي كوبي تو تبدأ تنسخ الحاجة. هنا فلتر، لو أنت عندك مشاريع كتير وعايز تبدأ تعمل لها فلتر. فزي ما أنت شايف في بعض الحاجات هتلاقيها في الأول بلان قوية جدا ومش موجودة في البرامج اللي أنت متعود عليها، وفي أفكار حلوة لذيذة.